السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حرشات باللوز وبالياغورت، كيجيو زوينين بزاف وساهلين، كيجيو بحال يعني بحال شي غاطو بحال غريبه، هما فيهمش لا حليب لا زبده وساهلين بزاف في المتناول ديالكم. هنا عندي كما شفتوا غناخذ واحد العلبه ديال الياغورت، الياغورت اللي استعملت انا بالنكهه ديال الكوك، تقدروا ديروا الفاني اللي بغيتوا، المهم بالكوك كتجي زوينه. المهم اللي عندكم، عندي نص كاس العنبه ديال السكر سنيده، عندي 4 كاس العنبه ديال اللوز مطحون، عندي بيضه وحده، غادي نحتاج نص كاس العنبه ديال الزيت، 8 غرام خميره حلويات، و7 غرام ديال الفاني، جوج كيسان العنبه ديال السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه. اول حاجه نخدم السكر فاني والسكر سنيده وبيضه وحده، غادي نضنف الزيت، الزيت هو نص كاس العنبة، غادي نضيف هاد العلبة ديال الياغورت، كما قلت لكم أنا درت ديال الكوك، تقدروا ديرو نتوما النكهة اللي بغيتو، حتى ديال الحامض كيجي زوين. هذاك اللوز اللي غنضيف انا تقدروا تستبدلوه بالكوك، انا درت 4 كاس العنبه ديال اللوز، الا درتو الكوك غدير واحد نص كاس ديال العنبه ديال الكوك، ديال الكوك راني سبق لي قدمتها لكم كتجي زوينه. هذه هاد المره غندير لكم باللوز كامله، كتجي زوينه بزاف، ما كتفرقيهاش ما بينها وبين دوازاتها، يعني ما كتعرفوها لا حرشه ولا حلوه، غتجربوها ان شاء الله وتعجبكم. هنا غنضيف هاد 4 كاس العنبه ديال اللوز، دابا غنبدا نضيف السميده، انا عبرت جوج كيسان د العنبه، هنا ضفت الخميره 8 غرام، صافي البنات كما شفتوا هذا هو الخليط، غادي نخليه تقريبا واحد ما بين 5 حتى 10 دقائق غير يتشرب شويه الوقت اللي غندير الفران باش يسخن. صافي البنات كما شفتوا هنا من بعد ما شربات هانتوما، كناخذ هنا واحد شويه ديال اللوز، عندي مهرمش، هذاك اللوز الاول كناخذ تقريبا واحد نص كاس كنطحنو كنغربلو، كناخذ منه داك البودغ كنديرو في هذا الخليط، وهذا الشيء اللي كيبقى مهرمش هو اللي كندوز فيه هاد الحريشات هادو. صافي كتاخذوا الحجم اللي بغيتو وكتحاولوا تفندوا هاد الحريشات ديالكم، تقدروا ديروا الكوك يعني من الاول ديروا الكوك في التزيين وفي الشكل بجوج. صافي البنات هنا بعد ما شكلتهم كما شفتوا، بالنسبه للكميه ديال السميده كتبقى على حسب نتوما النوعيه السميده اللي عندكم وعلى حسب داك الحجم ديال البيضه اللي كنستعملوا. انا عندي جوج يعني كفاتني جوج كيسان ديال العنبه، تقدروا تزيدوا واحد المعلقه تقدروا تنقصوا، المهم السميده ديروا جوج كيسان قدامكم وديروا عينكم ميزانكم، غادي تضربوا حساب ديك ما بين 5 حتى 10 باش تخليوها تنشف، شفتوها ما تجمعات لكمش ولا شي حاجه كتزيدوا واحد المعلقه. صافي دابا غادي ندخل هاد الطيب كما قلت لكم على 180 درجه حتى ل 200 درجه، غادي نوضعها في الفرن الكهربائي الوسط، يعني نبعدها شويه على العافيه باش ما يتحرقش هاد اللوز، غادي تكون الفران سخون مزيان، وديك الساعات كتدخلوها كتوضعوها الوسط طيب من الفوق ومن التحت دقه وحده، ونرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحريشات ديالنا، كيجيو بهذا الشكل هذا، كما شفتوا الطريقه ديالهم راه ساهله بزاف، غير الخليط ما يكونش عاود قاصح، يجي شويه مرخوف وبعدوهم في اللاطه باش ما يتشرحوش بزاف، يعني هما شويه تيتحلوا، فمن الافضل تبعدهم شويه باش ما يتلاصقوش. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم، نقسم معكم شي حبه. غادي نقسم معكم هاد القطعه، ها انتما راه كتجي رطبه بزاف
ومفشفشه من الداخل يعني كتجي مثقبه، والمذاق ديالها ان شاء الله غادي يعجبكم. غير حداو معاها في الفرن باش طيب لكم مزيان وما تخطفلكمش في الطياب، لان اللوز معروف عليه كيخطف الطياب. يعني ديما بعدوها على العافيه من التحت ومن الفوق وضعوها الوسط، ان شاء الله غادي تعجبكم. نشوفكم فيديو جديد، بسلام عليكم.